انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ ما انا عملتها لك امبارح خلاص. يا ستي انا بحب اتاكد بنفسي، عادتي ولا هشتريها يعني يا ندى؟ ماشي يا سيدي اتاكد، فطارك اهو. تسلم ايدك. يلا بقول لك ايه، ما تنساش بكره نتغدى عند طنط، بالمره تشوف علي، انت ما شفتوش الاجازه اللي فاتت. بكره هيبقى صعب جدا، انا دي عندي شغل. خدي البنات انت وروحي. ليه يا حبيبي؟ بكره الجمعه اجازه، انا قلت الحق اقول لك قبل ما تتفق مع يوسف على حاجه. معلش عندي ضغطه شغل جامده اليومين دول. اه الواد يوسف حدد بعد فرحه بعد العيد، انا بقول لك قبلها بسنه عشان تشوفي هتلبسي ايه. ما تغيرش الموضوع يا زكريا، حتى يوم اجازتك الوحيد برضه هتشتغل فيه؟ حرام عليك، ده يرضي مين ده؟ يرضي ربنا يا نادي. عموما حاضر، هحاول اجي الصبح. صبح؟ انت هبات كمان؟ لا كده كتير على فكره، انا تعبت يا زكريا، انا بقيتش قادره استحمل ولا لحق على طلبات البنات، تمارين ودروس وانا لوحدي، حرام عليك انا تعبت. انا ما بلعبش، انا بشتغل يا نادية، وكلنا مضغوطين الفتره دي، محدش فيها بيروح. معلش معلش يا نادية، انا عارف ان انا ضغطت عليكي جامد الفتره اللي فاتت، استحمليني وانا وعدك. لا 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 ما توعدنيش، انا شبعت وعود، انا بقيتش قادره استحمل خلاص، انا حاسه ان انا ست مش متجوزه، انا بعمل كل حاجه لوحدي، ولا بشوفك ولا بقعد معاك ولا بنخرج مع البنات، حرام عليك، وكل ده مستحمله وساكته وانت مش مقدر اي حاجه. يا مدام انت المفروض تقدري، مش معنى ان انا ما احكيكيش عن شغلي ان انا سايبك وقاعد على مكتب يا ناديه. انا اللي بشوفه كل يوم والمسؤوليات اللي شايلها تهد جبل، ولازم ارجع اقعد معاكي واقعد مع البنات واهزر ولا اكن شفت حاجه طول اليوم، كل ده عشان ما اقلقكيش وشايلك هم. كفايه، انا بقى اللي مش مستحمل يا شيخه، على اذنك يا مدام انا رايح شغلي. لا بقول لك يا اسطى ما تهزرش، ده تاني مره تديني ميعاد وتفكس لي. انا ما بفهمش الكلام ده، الراجل بيتربط من كلمته، احنا اتفقنا مع بعض وقاولتك اللي طلبته قلت لك هدفعه لك وعربنتك، انت ما فيش مره التزمت بكلمه. انا مالي طلاق؟ ما تدخلنيش في حاجات شخصيه. سلام. مش ممكن ب 100 كلمة، الناس دي لو بتشتغل قد ما بتدي اعذار كنا زماننا بقينا في حته ثانيه خالص. معلش يا يوسف هما كلهم كده. بقول لك ايه؟ ايه رأيك اللون ده ولا ده في اوضه النوم؟ ده ولا ايه؟ لا ده ولا ده، الاثنين اللي تحت بعض. هما دول اثنين حاجه مش حاجه واحده؟ لا طبعا يا يوسف، ده اوف وايت وده كافيه. اه ده كافيه. اه بصي البيجي الاشيك هاتيه، انت الملكه وده بيتك وكده. انت متخيل ان اللون ده هتصحى كل يوم تلاقيه في وشك؟ ففعلا الموضوع محير. طب ما انت تصحى كل يوم هتلاقيني في وشك، لوني تمام معاكي؟ شويه يعني معدي. طب اقول لك ايه؟ انت لسه مصممه على موضوع الفرح في القاعه ده؟ يوسف انا نفسي في فرح، لو سمحت ما تبوظش فرحتي. انا مش فاهم ايه اللي ربط فرحتك بالقاعه، هموت وافهم. بعدين القاعه ده ما تقيل وحاجه كئيبه، يعني صندوق اسمنت، مش فاهم. وحتى اسماء يفصل في مصر كلها، من الدلتا لحد الصعيد كل الاسماء غريبه، هم ثلاثه اللؤلؤه والجوهره والبرنسيسه، ولما يبقى حد روش قوي تبقى لؤلؤه البرنسيسه. انت كده عايز توفر يا يوسف؟ لا الحقيقة. لا 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 اوفر ايه، انا مش عايز اوفر، البادجت اللي هنحطها هنصرفها، بس نسافر نتبسط نعمل حاجه حلوه. موافقه نروح بالي او زنزبار؟ اسمها ايه؟ زنزبار. لا انسي السفر، القاعة اسمها ايه؟ شفت انت اللي بترجع في كلامك اهو. والله ما برجع ولا حاجه، اسمعي مني بس، اتقالي احنا نسافر نروح نروح راس شيطان، نروح نويبع، نروح راس سدر، نخربها، نعمل شهر عسل على الصحه بقى من الابيض، ريستارت للعلاقه. انما بقى قاعه و ده في كفايه الراجل اللي بيبقى ماسك كاميرا وسايبنا وعمال داخل على الكفته وطالع وداخل على الكفته ورا واحد بيلم السلك، الكلام يعني ايه الحلو في كده؟ ماشي يا يوسف موافقه. هننزل نشتري النجف امتى؟ الله يخرب بيت الرواعي، والله نفسي يا زكريا اغمض عين وافتحها الاقي نفسي اتجوزت وخلصت. مش ممكن، صداع العمال والبيت والتجهيز مش حاجه، مش ممكن. هتخلص، مفيش حاجه ما بتخلص. بقول لك ايه بالحق، اخبار عم رفاعي وعم عادل ايه؟ زي ما هم ناير ونير، كل يوم يتخانقوا ويتصالحوا. لسه عم عادل سايب جاردن سيتو طلع على شقته القديمه وابوه راح يصالحه. انت كويس؟ ناديه ما اتصالحتش؟ والله هي بترد يا يوسف وبتقول تمام، بس مراتي وانا عارف بتقطم كده في الحوار، مش عارف يا اخي في ايه، يمكن عشان اول مره نتخانق يا يوسف. والله ما بقتش عارف بصراحه، الست طول عمرها مقدراني وشايله البيت والبنات. طيب يعني كده تبقى جابت اخرها. طب انا عندي فكره كويسه، ما تاخد بكره اجازه وانا اخد عليا ونيجي ناخد البنات نخرجهم، عليا كده كده بتموت في بناتك،
وانت بقى يعني هديتك الحلوه خروجتك ان شاء الله هتعرف تخلص الموضوع. تفتكر المره دي هتخلص بهديه؟ هي بالهديه لوحدها مش هتخلص، بس الفكره على بعضها الباكج انك خرجتها اهتميت يعني، اديها حاجه تصبر بيها نفسها، هي طالما جابت اخرها يبقى انت لازم ترضيها. مش عارف والله يوسف اللي هو رفعت هيوافق اخد اجازه بكره ولا لا. الواحد كان فاكر ان بعد سنتين الدنيا هتهدى، لا بتهدى ولا بتخلص. هتخلص ان شاء الله، ربنا ينصرنا وهتخلص.